سلام البنات، كيف نتوما؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. كيف ما كتلاحظوا اليوم لقيتوني خرجت، ويعني ما فيها لا طياب لا كوزينه لا تي شي حاجه. خرج مشان سنترو كوميرسيال نشوف شنو جابوا في الجديد ديالهم، وانتم مع الفيديو. هنايا لقيتوني يعني ان شاء الله وصلت يعني الدخله ديال سنترو ديال ديكونال مار. المهم اول حاجه اللي غادي نبدا بها هي اتش ام اي، كما كتلاحظوا في الصوره. صراحه جابوا داكشي مزيان بزاف، واكثريه الحاجات ديال البنات يعني المحجبات اللي كيحتاجوا حوايج يعني طوالين. صراحه يعني اللي بغى الحوايج طوالين يمشي لاتش ام اي، صراحه فيها الكساوي مزيونين بزاف، والاثمنه مناسبه كما كتلاحظوا. يعني حاجه كتكون عامله 34 اورو احسن 40 كيردوها 12 اورو. صراحه داكشي غزال، ولا الالوان ولا حتى الفصاله اللي فيهم، وهذا صراحه مزيونين كما كتلاحظوا يعني رائع يعني بزاف، والاثمنه مناسبه صراحه. المهم كما كتلاحظوا يعني هاد القميجه هادي عاوتاني مزيونه وطويله كما كتشوفوا. صراحه انا عجبوني شخصيا، يعني كل شيء مزيون تما كما كتلاحظوا. يعني هذه كانت 40 اورو ردوها 15 اورو، يعني الثمن ناقص بزاف. هادو هنايا القميجه بالنسبه اللي كيلبسوا القمايج بزاف، يعني صراحه الاثمنه هي مناسبين، يعني عندهم 5 اورو 4 اورو، والاشكال والانواع اللي بغيتو. انا هذه عجبتني بزاف صراحه، 7 اورو 99، يعني كانت 24.99، يعني 30 اورو ردوها ب 8 اورو. صراحه مزيونه، وديك الرجلي اللي في العنق ديالها وفي اليدين مزيون بزاف. ويعني الحاجه اللي بغيتيها واللي طاحت لك بال ديالك غادي تلقاها هنايا. وهنايا عاملين هاد التشوكتات عاوتاني مزيونين بزاف، كاين يعني اللي ماشي متحجب يقدر كاين اللي كيشريهم، وكاين اللي كيشريهم وكيلبسهم في الدار بطبيعة الحال. هاد التشوكته صراحه بارده ومزيونه ب 5 اورو. المهم صراحه داكشي غزال وكيحمق. المهم انا خليكم مع فيديو. المهم هانتوما غادي تشوفوا الدويره اللي عملت خفيفه في اتش ام اي. صراحه كلشي كيعجب، وكنتمنى الفيديو ديالي ينال الاعجاب ديالكم. هاد القميجه هادي صراحه عاملين خرجت موضه هاد العام، يعني في شين في جوميا في اكسبريس. المهم بزاف الحاجات كيتباعوا، واحد هادو عجبوني بزاف حتى هما. صراحه الجين ديالهم من داك النوع اللي رهيف ماشي الغليظ كما كتلاحظوا. يعني هنا 25 عامله اورو، كانت صراحه عالي الثمن ديالها. المهم انا قلت لكم نخليكم مع فيديو، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، انتوما معايا. We'll be right back.
Sana gel, ihtiyacın var sana.
مهم بنات، كنتمنى ان الاعجاب ديالكم الفيديو ديال اليوم. صراحه عاملين داكشي غزال بزاف، وصراحه والاسمنه ماشي مناسبه. مهم انا هنا غادي نقول لكم خليتكم على خير. كنتمنى ان الاعجاب ديالكم، ولا اول مره كتشوف القناه ديالي ضغط على الزر الاحمر باش تتبع كل ما هو جديد، وضغط على الجرس، وما تنساش تعمل لايك وشي كومنتير مزيان باش مرة أخرى نعمل بحال هاد الفيديوز إلا كنتم مهتمين.